بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخوة الإيمان والإسلام، من هذا السرابق المقام لتكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، هذا وقد شرفنا وتشرفنا بحضور أعلام تلاوة القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أجمع، وفخر قراء محافظة المنوفية فضيلة العالم القرآني لزعيم الشيخ خالد عبد القادر الشيخ، وفضيلة العالم القرآني لزعيم الشيخ حسان الشاذلي. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نعطر المكان بتلاوة القرآن الكريم، حيث نستمع خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ القارئ والمقيم بأبو عوان. نسأل المولى عز وجل أن يوفق القارئ إلى ما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا ويرزقكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
بشرهم ربهم برحمة منه ورضوان يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها خالدين فيها استحقوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك
يبشرهم ربهم برحمة من رضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا وأزواجكم وعشيرتكم
أرضكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضونا وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضونا أحب إليكم من الله ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم عليكم الأرض بما رحبت لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ
شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت
يكون بس فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا يا أيها الذين آمنوا يا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا إنما المسجد الحرام بعد عام هذا فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله صدق الله العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا ذلكم العالم القرآني لزعيم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامية أجمع وفخر قراءة
محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ القارئ والمقيم بقرية أبو عوالي. تطلب الإذاعات الصوتية والأنوار الكهربية الكاشفة بإدارة الحاج أحمد محمد جرادة بجريس، أما الفراشة فتطلب بمخازن الحاج شحات البري بمدينة أشبيل. أيها السادة، تقبل الله عزاكم وشكر الله سعيكم جميعا.